استخدام القلم، يعني هذا القلم هو استخدامه مثل الختم، يعني ما يقدر بعد الناخب أو أي أحد آخر يستخدم غير قلم. قلم تأشير فقط هو اللي يصلح ورقة الاقتراع، بحيث ما يصير بها أي تلاعب ولا يصير بها أي تزوير، ختم خاص وقلم التأشير فقط لأوراق الاقتراع. نعم. طيب الأجهزة المستخدمة الحديثة بعملية الاقتراع؟ الأجهزة المستخدمة جهاز العدو الفردي الإلكتروني اللي هو البيكوز، وجهاز التحقق اللي هو قارئ بطاقة الناخب. الحالات اللي وردتكم مثلا مصابين بالسكري وما طلعت بصماتهم، هاي شلون يتم التعامل وياها؟ احنا عندنا من الجواب بالبداية اخذنا التحديث بايومتري، قبل عندهم بطاقات بايومترية قصيرة الأمد بدون صورة، من راجعونا ونطيناهم طويلة الأمد اللي هي بها صورة، أخذنا بصماته، اللي ما عنده بصماته مسجل عندنا بالجهاز التحقق، فموجودة عندنا بحيث إلى نسبة 5% إلى حق يصوت، كل شخص ما عنده بصمة إلى حق يصوت. العدو الفردي يتم بكل داخل كل محطة؟ نعم كل محطة داخل المحطة، العدو الفردي الإلكتروني ينطينا أشرطة وبعدين العدو الفردي يدوي. طيب بعدين ترسل النتائج إلى بغداد؟ اي نعم الى بغداد، من خلال USB عندنا جهاز RTS يرسل القمر الاصطناعي مباشرة للأمن الوطني في بغداد.